الحياة بتتغير والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير. يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1، غطاء واحد من غير أي إضافات، حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم، بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة. بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم، يعني ما فيش غير لميس 3 في 1 اللي نظف ويطهر ويعطر. لميس 3 في 1 لنظافة بيتك كل يوم. مشاهدينا الكرام، صحة فطوركم وأهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجكم الشغل مش عيب. واليوم كيف ما عودناكم دائما حرفة جديدة بأيادي ليبية، ورشة للخراطة توارثها الأبناء أبا عن جد. اليوم من الجد للأب، اليوم اللي فاتح الورشة الأبناء، ربي يطول في أعمارهم، تعلموا الصنعة هذه وأصبحت اليوم هي باب رزقهم، وحتى يعني ما أثرتش على دراستهم بل بالعكس اللي يكمل دراسته يجي ضروري يتعلم الحرفة هذه جميع أبناء العائلة. اليوم حنعيشوا أجواء مع أخونا ونيس فترة العمل متاعها، خلوكم المتابعة والبرنامج شغل مش عيب. وعليكم السلام. طلع مرحبا، شخبارك؟ تمام والله الحمد لله، شو أمورك؟ رحوا بيك في برنامجنا الشغل مش عيب. اليوم طبعا برنامجنا نعطيك عليه بس نبدا بسيطة، هو يسلط الضوء على الحرف الأيادي الليبية، نشجعوا ونحط الشباب على انهم يشتغلوا ويفتخروا بجميع المهن اللي هم يشتغلوا فيهن، لان نحن شعارنا الشغل مش عيب. اهلا وسهلا، مرحبتين بيك شخبارك. اليوم طبعا نحن قاعدين في ورشة خراطة، هنعرف مع أخونا ونيس كيف تعلم الشغل، وكم لك يا ونيس في الشغل؟ والله بالنسبة لي أنا يعني من أنا صغير بعد ما قد نقرأ ونيا نكمل القراية نجي في العشية مع باتي وني فهم قدام نتعلم في الخراطة، بعد نكمل مثلا من ثاني يوم طبعا قراية، وبعد نجي أنا نشتغل نفس الروتين وني، لكن رسمي استلمت أنا يعني من 2007. 2007 الشغل خذيته أنت وراثة طبعا عن جد وبعدين عن الأب ونحن الأحفاد. بالنسبة لنا الأحفاد هني اللي يكمل الجامعة اللي هيكمل القراية يخش دغري على الخراطة، ضروري منها الخراطة هذه. يعني هل هو بعد حتى يكمل قرايته ضروري يجي في الورشة، ولا أهم حاجة يتعلم الصنعة؟ أهم حاجة يتعلم الصنعة، لا أهم حاجة يتعلم الصنعة، لأنه مش عيب فهمت تقدر تشتغل وتقدر تخدم وتقدر تقرأ هني، مش عيب يعني الصنعة يعني فهمت، أهم حاجة خراطة يتعلم ضروري منها، حتى يوم تعطى سيارتها ضروري كيف بك روحها. تمام، خويا ونيس طبعا ناخذ جوله معك في الورشه، تحكي لنا عن الاجهزه. معلومات حاجه بسيطه، حاجه واثنين نتاع خرطه 050 والجوال 25 هنا 25 050 مثلا المحرك من اول ما جيت وين يمشي فين بالنسبه هذه؟ طبعا شنو قالت كلوات بالنسبه كله تاع الخراطة، ينخل 25 ينخل 50 هني فهمت، عندي 100 هذه بالنسبة للكولو. تمام، فهمت. وهذه بالنسبة لهذه ماكينة شنو؟ تستاتا. هذه تستاتا بتحصل حرارة مثلا السيارة هني فهمت، هذه هي تمسح تستاتا. هذا العربي المصور اللي معنا هي معنا ضمن هذه مشكلتك انت هني، هذه تستاتا فهمت، تحصل حرارة هني جروبية هني تمسحها دغري على الماكينة التستاتا. وهذه بالنسبه لهذه المحركات هذا المحرك بتاع السياره اللي هي بستين فهمت، تاخذ بستين 25 50 75 100 وترد شنو تصنع لها قميت شيخ سقيطه اللي هو قميت شيخ قميت شيخ. هل انت سيارات بس يعني؟ لا سيارات بوكليات يعني اي حاجه اي حاجه يعني صناعه سيارات يعني كبيره وصغيره كلها صغيره من اصغر سياره عند اكبر سياره عادي ما فيش مشكله فهمت. وليس يعني انت بيش مش قدرت انت تقعد في الشغلة هذه، كم الفترة اللي تعلمت فيها اللي بعد انت خلاص قعدت؟ ما وقلت لك من انا صغير الخراطة هذه من انا صغير فهمت، لكن استلمت الشغل رسمي في 2007. يعني تعلمت من شيك يا ونيس بقول لك مع
عنديش عمل ونبحث على عمل نبي نقعد معك تمام نشتغل معك تمام. انت تقدرين انا هي اوكي كل شيء على الفهم والاستيعاب وجوانب هي اهم حاجه هي قدراها قرارها اهم حاجه قدراها بالخرابه مش مثلا جاي مثلا ان مزروع زرع عليها اهم حاجه الفكره كل واحد طبعا مواهب كل واحد عنده موهبه في اللي عنده بيتعلم خراطه في اللي بيتعلم سباكه في اللي بيتعلم ميكانيكا في اللي بيتعلم بتاع ساسكو ونيفا اهم حاجه تقدرها بخراطه ما تاخذ السنه ولا انت متعلم سنة يعني سنة بالكثير وتقدر تعمل مش تعرف حتى تتعامل مع الأجهزة أيوة. في اللي يشوف مش بتاع اللي يخش عليها دغري الأجهزة يقول العملية سهلة طبعا أكيد هي ما هذه المشكلة هذه فكرة فهمت بعد تقدر تتعلمها هوني خليها السنة تقدر إن شاء الله شربها شرب الخراطة كما نقول إن شاء الله ونيس أنت كم عندك أخ معك عندي أخ واحد اثنين في الورشة ولا أنت بروح؟ لا أنا وياه في الورشة ما شاء الله هو مستلم طبعا كلواته وأنا المحركات انت حكيت لي قلت لي الورشه هذه من 70 من 70 من حياه جد الله يرحمه ما شاء الله يعني شوف مستاري من جد للاب للاحفاد فهذا هذا دليل ان الشغل مش عيب وان هي عفوا صنعه كويسه لا والشباب يعني ما ضرتهمش على قرايتهم بالعكس والله ننصح كملوا قرايتهم وننصح اي شاب والله يتعلم شغل مش عيب اي حاجه حتى مثلا يقعد عندك مرتب حكومي وين انت باش عليه مرتب تو تحب في الاوضاع البلاد وين انت ما بس سيوله ما بس لكن صنعتك تقعد كيف ما نقولوا صنعتك في جيبك اي حاجه وين فلوس شنو في جيبك ما تقعدش مثلا عبد على حد ولا داير ولا نفهم تقعد على دوله سيوله داير لك هذا الشغل مش عيب تمام بالنسبه للاسعار الاسعار والله في متناول الجميع يعني تختلف من حارس من حارس هي التستات اسعارها بروحها فهمت كما 20 وني مسح التستات وني محركات نخرطوا فيه 50 على 40 فهمت مش مشكله بكل عادي كل وقت طبعا فيه كل كبير وفيه الصغير فهمت الفكره حسب النوع الشغله شنو انا شفت كم مره كاتبين طنابير كوشينيت يعني حتى هو كلها آلة الكوشينيتيات هذه الآلة كوشنيتية هذه الآلة هذا مكبس ولا فهمت مكبس طبعا نزلوني فهمت كوشنيتي كوشنيتي بوكلي فوزيلي هني أي حاجة هذه شور كبس أي حاجة كبس فهمت وهذه بالنسبة للطورن تصنيع بوكليات تصنيع هني أي حاجة والجهاز الخضراء الخضراء هذا تصنيع بوكليات تصنيع بنيس اليوم أنا حابب أكون معك نتعلم منك الشغل مش هنتعلم اقول لك 100% لكن بنعيش معك يومك اليوم في الورشه وبنشتغل معك ونشوف كيف الشغل الخراطه وخصوصا مع المحركات تمام حبيبي تمام ما عندكش مشكله بالنسبه لجهاز طنابير فهمت نفتح الكلابر اخذ جو انا هذا الطنبور طبعا هذا الطنبور السيارة بتاع الديسكيت يوني فهمت طبعا في قم هنا اللي يركب عندك القم هذينا شوف اللقمة انت والطنبور عندك شوف انت ايه اللقمة اللي وراء اللي وراء ايوه تمام حوض وضع خش هذا ممكن خش اللقمة هذا نجيبه نرده هاي هو اللقمة كبيره عشان تضغط تضغط الطنبور وهذا نجي عشان نقدر نحدد اللقمة نطلعها هذي العكس العكس عرفوا هذا عشان شنو تقدر موزن هنا راس عوج تعطيك هنا مربط اللوطان بعد نجي شنو نعدو الموسى وزنه We'll be right back.
تمام. العملية اللي كانت حقيقة مدة زمنية مدة يعني 10 دقائق. 10 دقائق يقولون خرب طنبول، فهمت؟ خلاص تو بعدين وخر هذا نحلو مو صدى لا وخل مش لا لا ضريب انت عمك اول مرة هي ما تركبش يروح لا بالعكس غادي ضروري حتى نحن ما تعلمناش هيك ضروري انت اللي تمام الكريم كيفاش؟ لا مفيش واحد هنا كلها سنين هات لك لا مين هيك ايوه تمام نقدم عفوا نص نص تقدم خلاص تو لمس حاجه واحده بسيطه هذا البستوني هذا تو البستوني لما جي ايوه هذا بتاع السيارة هذا اللي قلتها بتاع المحرك انا بساتين وضع شنو بتاع الكول طبعا بنفكوه تتوجه بتفكها هذا انا تنزل هذا شنو شوي يعني نفكر معك بعد نفكر رجل تمام تمام ورق المقطع ما هو عبارة عن فكينا شنو؟ بيلا من بستوني طريقة الكبس تمام بعد يجيبوا شنو؟ ستين جديد وردوا نحن شنو؟ ترد خلاص اللي طبعا التركيبة مش بالمكبس شنو ربطوا فيها بالنار 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 شنو تمدد مش تمدد حرارة مساكين يعني. تستاتا. والله لازم حرارة هنا مسكينة عاشت. حرارة مع ديسكة الحرارة. انا ربطت تستاتا. هاي صورة تستاتا. ودي معها نظرة هيك سمحة. انا كانت زمان عندي حتى لا سيارة شيبتني. حرارة. في 050 100 0 خلاص ما عادش قدرت تستاتا. تستاتا تو شنو؟ نعبدوا الجهاز نتاعها. تو تستاتا لما هي نشوف فيها انك تغير ما عادش تخرب. لا لا لا, لا عادي مسح هي شنو؟ اخر لا حد هي. تستاتا بالنسبة لتستاتا لا حد ان يصير منها. تبي تعب فيك 24 ساعة فاتح الكوفري والناس كانك حرارة يا شاب. لا لا لا, لا بعد تمسح فيها متسعة خلاص. فما تخافش منها يعني. مش حركم انا. لا والله بالعكس. حاجات لنا انت ديما تفرج علينا حتى السياره لما سيارتي تعطل في الطريق ولا حاجه نسكرها ونمشي لا ما ما لا تو ماش تسكر شو لا لا ان شاء الله هيك ناخذ فكره والناس حتى تاخذ فكره الموضوع شنو ما هم يتعلم بس يعني تحط ايوه تحط في راسك والله يتعلم يعني فهمت لما تصير لك حتى مطب انت بروحك تقدر تعرف
اقل حاجه حاجه واثنين تعرف تقدر تعرف شنو حراره بستوني الحراره هذه والله جديه نص الشباب يعني من تلقى معناها الحراره كي تو شنو رباط ما تستاذ تمام تمام بنشغلوه تمام بنشغلوه هذا الجهاز تحت طبعا كلها الخراطه شنو كلها الكتروني فهمت الات حديثه في قبل اللي تعلمنا عليه من قبل هي الات الاولى حديد من اللي تو الموديل الجديد كلها حديد ماشي فهمت؟ كلها حتى كلها الكتروني يعني. ايوه هذا شنو مولع الماكينه تمام مولع شنو البومبه تاع الماكينه خليها شنو تمشي يمين ويسار تمام تمام هذا الموس اللي يمسح التستات نقربوها انت تبي تجيب التستات تحت هنا ولا ايوه ايوه يمسح يمسح بنقربوا هذا شنو على التستات تبي تبي تنزف تنزف ها نزل خلي شنو بس لا وحده نزل 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 شوف شنو طبعا بعدين نشوف انه ما في شيء انا فوق ضيقه ولا نولع شنو المفتاح بتاع الماكينه تمام ليش نمسح حاجه بسيطه نشوف العوجيه دوما ما يلمس دوما ما يلمس ترد لا راكي كان معك العوجيه تمام بكم مره او هي وهي تو قلت لك حسب حالتها تو بحث على عوجيتها قلت ان انا لمست من انا ما زالت ما لمستش عوج الحراره من الحرور الحراره بتاعتها منها قلت مش لامسه بركتها شفتها تقدر تاخذ فيها فكره اللي تنظف كيف ايش تقول لك؟ ايوه تجي متساويه نظيفه كلها ممكن بس كم برمه وتعديله من عندك؟ ايوه يعني ديما ترى التعديلات هيك ولا هي تنظف تستات فهمت؟ ترد بها اخرى طبعا هذه فكرتين خويا ونيس بارك الله فيك اليوم تبارك الله في الورش بتاعك نعم ما عندكمش مشكله اوكي خلينا منك يعني استفاده ما درس الخراطه كويس اليوم وهذه المحركات طبعا انا المحركات هذه المحركات لك اليوم ما عنديش محرك مش نوري لك يعني ان شاء الله في الجايات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله خويا ونيس رساله تحب توصلها للشباب والله انا الشباب برنامج نحن هذا نحن حولنا انه يكون السنه هذه عندنا هدف سامي بنوصله للشباب ان هم يخدموا وما يتحشموش يعني انه يروح زيوت او يديه زيوت او كذا لا بالعكس مش عيب مش عيب مش عيب انا نحب نوجه للشباب رساله للشباب ان شنو الخدمه مش عيب تخدم خراط تخدم كما قلت لك سباك كهربائي مش عيب زواق التسريح بتاعي ما عندكش مشكله بك مش عيب الشغل الشغل مش عيب اهم حاجه تشتغل ايوه اهم حاجه ما تجيش تلاقي راقد في الحوش ولا ني وتقول لا والله الدوله والدوله انت عندك حرفه في عندك ايديك وربك اعطاك عادة انت شغل اخدم في اي حاجه في محل في الات تصنيع في اي حاجه في مصانع في ما فيش اي حاجه تدير اي حاجه تدير اعزائي المشاهدين وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم برنامج كان شغل مش عيب نحب نوجه الشكر للميس الراعي الرسمي لبرنامجنا لمواد التنظيف ايضا شكر موصول لكم انتم ولفريق المصاحب ليا احمد العبيدي بدر الحراري الى اللقاء
الحياة بتتغير والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير. يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1، غطاء واحد من غير أي إضافات، حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم، بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة. بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم، يعني مفيش غير لميس 3 في 1 اللي ينظف ويطهر ويعطر. لميس 3 في 1 لنظافة بيتك كل يوم.